صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج ابن حياتك. اهلا بكم في حلقه جديده النهارده من حلقات برنامج ابن حياتك. في البدايه احب ارحب بصديقتي الاعلاميه منى عبد الله. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا اسلام. طبعا يا جماعه، بما ان الحلقه الماضيه لقت اعجاب كبير جدا ومشاهدات كثيره جدا من الساده المشاهدين حلقه تفسير الاحلام وراء المنام، يسعدنا أن يتجدد اللقاء معنا مرة تانية للمرة التانية مع الدكتورة سماح العجمي، دكتورة تفسير الأحلام وراء المنام. صباح الخير يا دكتورة سماح. صباح الخير يا إسلام. صباح الخير يا منة. صباح في البداية أحب أرحب بك يا دكتور سماح، وبشكرك على تلبية الدعوة للمرة التانية والحضور في برنامجنا. أشكرك، أنا تحت أمرك، تحت أمر الجمهور في أي وقت. طبعا صباح الخير على السادة المشاهدين، صباح الخير ليكم طبعا، ويا رب تكون حلقة خفيفة ولذيذة زي الحلقة اللي فاتت بإذن الله. نبدأ الحلقة بتاعتنا دكتور. احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الخيانة في الحلم، فطبعا النهاردة حبينا ان احنا نتكلم عن الحب بقى في الحلم، فاتكلمنا عن الخيانة، نتكلم النهاردة ناخد عن العكس في الحلم. ناخد العكس. بس حضرتك اتكلمت معنا ووضحت لنا ان في حاجة اسمها التخاطر، احنا يا ريت عايزين نعرف بقى ايه موضوع التخاطر ده. تمام. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلاة نحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا بها أبواب الصحة والرزق يا رحمن. في البداية التخاطر في اللغة يعني توصيل فكرة بين شخصين بعض عن بعض، طريقة بسيطة جدا يعني. اتنين بعض عن بعض مش موجودين في نفس المكان، عايزين يوصلوا فكرة، فواحد فيهم بيفكر في الفكرة دي بيوصلها للتاني او الاتنين في نفس الوقت. التخاطر انت ما بتستخدمش فيه حواسك، يعني مثلا ما بتستخدمش عيونك، انت مش شايف الشخص، ما بتستخدمش الاذن، انت ما بتكلموش مثلا فون، مش سامعه. التخاطر ان انت بتجسده قدامك، بتشوفه، بتفتكر لحظاتكم مع بعض، بتفتكر مواقف بينك وبينه، وبتبتدي توصل له رساله بسيطه كده، اللي هو مثلا اتنين متخاصمين مثلا تقول له يعني تعالى صالحني مثلا، فبتوصل الفكره دي او بتوصل الرساله، وتلاقي فجاه الشخص التاني وصلت له الرساله. ده من كتر الحب على فكره، التخاطر من كتر الحب. طبعا. يعني مثلا لما تكون نايم فجأة، ده بقى من علم النفس يعني البحث، لما بتبقى نايم وفجأة تصحى من النوم ومش عارف تنام، بس انت مش عارف ايه السبب اللي خلاك صحيت من النوم، بيبقى فيه فعلا شخص بيبقى شخص بيفكر فيك وبيحبك جدا، ومن شدة حبه فيك ده اللي صحاك من النوم. لما فجأة تحس مثلا ان قلبك، انت حاسس اللي هو بنقولها ايه، انا حاسس بوجع في قلبي بس مش عارف ليه، حاسس ان انا متضايق بس برضو مش عارف ليه، ده بيكون في شخص في مكان ما بيحبك او بيفكر فيك في اللحظة دي، بس بيكون في بقى انفصال. فهو بيجي من هنا التخاطر، ان انت عايز ترجع للشخص ده تفكر فيه، بتلاقي نفسك بقى تحلم بيه، بعد الحلم تلاقيه يكلمك، ده لو التخاطر نفع يعني. طيب يعني هو احد فروع علم النفس طبعا التخاطر احد فروع علم النفس في الاسقاط النجمي. تمام. علم الطاقه كمان يعني. تمام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا منى. هل في فرق بين ان انا مثلا لو حلمت بشخص معين عن ان الشخص ده مثلا حلم بيه، يعني مثلا انا اللي مثلا حلمت بيه يبقى انا بفكر فيه، ولا العكس انا اللي بفكر فيه مثلا، ولا العكس؟ فهمت سؤالك. لما انت تكوني بتحلمي بشخص بيبقى مين اللي بيفكر في التاني، صح كده؟ انا ولا هو؟ هو. لما انت اللي بتحلمي بيبقى هو اللي صنع التواصل الروحي بينك وبينه. فجالك في المنام يعني بيكون هو مش انا. بيكون هو. وساعات بتكوني انت اللي نفسك، يعني مثلا ساعات بتقولي بيكون حد مثلا متوفي وتقولي انا نفسي احلم بيه، انا ما بحلمش بيه خالص، فبيقول لك مثلا اقرأي الفاتحة كتير، ادعي ربنا، صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام كتير علشان تحلمي بالشخص ده. كمان الأحياء في بينهم تواصل كده، بتبقى انت نفسك تشوفيه فبتفكري فيه، بتبعتي له رسالة. التخاطر الإسلام كان بيحكي عنه. يمكن مثلا ده من كتر تفكيري فيه برضو، مش شرط ان هو يمكن، لا، في علم النفس بقى بيكون هو اللي صنع التواصل مش انت. لو انت اللي بتفكري فيه فانت هو اللي بيحلم بك. تمام. ده كده احنا كده نفكر في ناس كتير. نفكر بقى ونحلم بيهم. اللي ما تطلهوش في الحقيقه احلم بيه، فكر فيه على طول، تحلم بيه. خلاص تمام، احنا ما نروحش لحد في الحياه ونفضل نحلم وخلاص. صح كده. نوفر المشوار. اسهل. طيب انا ممكن احلم بشخص معين اكتر من مره، تمام، في اكتر من حلم او في نفس الحلم.
يعني ايه نفس الحلم؟ يعني انا ممكن مثلا احلم نفس الحلم ان انا بتقابل مثلا في اسلام الحلم في نفس بيتكرر المكان، يعني بيتكرر الحلم، او ممكن ان انا بقى نفس الشخص اللي هو اسلام مثلا بس في احلام تانية مختلفة. ده ايه دلالته اوكي الموضوع لما بتحلم بنفس الشخص، لو الشخص ده بينك وبينه مثلا قطيعة او بينك وبينه مفيش تواصل دلوقتي، بيبقى حتما هتتواصل معاه، هترجعوا تتواصلوا تاني. طول ما هو بيجي لك في المنام يبقى كده في الحقيقة انتوا هتتواصلوا بطريقة ما بقى. على فكرة لسه حاصل معايا الموضوع ده امبارح والله بجد، زي ما حضرتك قلتي كذا، حضرتك الحمد فصلتيه لله. بالظبط الحمد والله لله. بجد، يعني مش عارف اقول لك ايه بالظبط، فعلا حصل معايا نفس الموضوع امبارح، امبارح كمان ايه اللي حصل بقى؟ برضه انا حلمت بشخص في بيني وبينه خلاف وكلام من ده، حلمت بيه نفس الوضع امبارح، ان انا جايب اكل وبتاع وقاعدين بناكل وكلام من ده، وكان في نظام زي نظام عزومه او كلام من ده، يعني نفس الوضع ده. هتتعاتبوا بقى هو هتتكلموا وعلى فكره مش اول مره نفس الشخص، ومش اول مره برضه نفس الحلم بس بطرق مختلفه، يعني المره دي بتفاصيل عزومه، مختلفة. المره دي مثلا كنا في كافيه او كلام من ده، المره التانيه كان مثلا احنا متقابلين وبناخد بعض بالحضن، تمام؟ كذا شكل مختلف للحلم بس هو نفس الشخص. بص، وسائل السلام، السلامات في المنام حلوه، تمام، معناها ان هيبقى فيه مسامحه وفي تواصل بطريقه كويسه. يعني لما بتشوف حد في المنام بتسلم عليه، او حد مثلا بتضمه، ده معناه ان الشخص ده من كتر حبكم في الحقيقه انتوا كنتوا بتحبوا بعض، حصل خلاف بقى ما بقيتوش بتكلموا بعض، ايا كان واحد فيكم سافر، بيبقى هيحصل التواصل ده تاني، هترجعوا تتواصلوا، هترجعوا تتكلموا تاني بإذن الله. زي زمان. ناخد الاتصال مع حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أم محمد. أيوه صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح النور، لو سمحت أول حلم بنتي حلمت اللي هي الشقيتي. في إيه يا فندم؟ حلمت اللي هي الشقيتي، وواقفين أنا وهي كده، لقينا برص، ليلة برص ماشي كده، راحت ضرباه، راح ديله مقطوع، وراح هو رفع دماغه كده وراح باصص علينا، واحنا استخبى ورا السجاير. ده اول حاجه. استخبى ورا ايه؟ سجاير. استخبى ورا ايه يا فندم؟ والدتي انا رايحه عندي، والدتي ثانيه بس ثانيه يا ام محمد، واختي ميته وابويا ميت برضه. حبيبتي ثواني، انا داخله عليك كده بقول سلام عليكم، لقيت امي لابسه جلابيه سمراء وماسكه شنطه وانا رايحه الصوم. بس ما تشوفيش ورا السجاير. ما قلتليش ليه وانا جايه، كنت اجيب لك انا الحاجه اللي انت عايزاها. راحت ايه امي بقى، هي هتمشي وانا قعدت جنب امي وجنب ابويا واختي. قاعدة أبويا بيحكي على أصحابه في الشغل، بس أنا مش فاكرة الكلام اللي قاله. راح هوائية اكتشف مستكة في الأرض، رحت أنا أختي لأختي المتوفية، أنا هقوم أجيب منديل أو حتة أو مناديل أو حتة أمسح التفافة اللي في الأرض. تمام. ده الحلم ده خلص برضه. جيت بقى حلمت مرة أنا نايمة وبقرا في آية الكرسي. أيوة. لقيت من النوم وأنا بقول في آخرها كده ورحت مكملة آية الكرسي. تمام يا فندم. بس. ماشي، شكرا يا فندم. الدكتوره هترد على حضرتك. اتفضل. انت سمعت الاحلام؟ اه. عشان انا سمعت اول حلم بس. اول حلم اللي هو بتاع البورس، في البورس شخص سيء بيدخل البيت ده، شخص غير سوي، شخص عاوز يعمل مشاكل ويفرق بين العيله دي، يعمل تفرقه بينهم. فبنتها هي بتقول ان بنتها ضربته بس ما ماتش، يعني اتقطع واستخبى. بالظبط، الشخص ده متداري ومستور، الستاير في المنام ستر، فهو الداره وراها يعني اتستر. تمام. للاسف لسه هيعمل مشاكل تاني، ولسه هيفرق بين العيله دي اكتر، لسه ما خرجش منه، والله اعلى واعلم. الحلم التاني بقى عشان الحلم التاني ان والدتها ووالدتها واختها المتوفيه جولها في الحلم، وكانوا قاعدين معاها وفي حد تف على الارض، وبعد كده والدها ووالدتها مشوا، وهي فضلت قاعده مع اختها المتوفيه، وبعدين راحت قامت تجيب منديل عشان تيجي تمسح التفه اللي على الارض دي. ونضفت ولا ما نضفتش؟ هي ما ذكرتش. طيب، على حسب، لو نضفتي المكان ده يبقى المشاكل هتروح، بس بما ان في حلم قبله والحلم يعني على اساس الحلم الاولاني والحلم ده، في مشاكل كتير في البيت ده حاصله، وهتحصل الفتره دي في قلق كتير عندهم، والله اعلى واعلم. اتفضل. في ناس كتير بتقول ان هو مثلا لو انا حلمت بشخص وكان الحلم ده مثلا سعيد بالنسبه لي، فده معناه مثلا الشخص ده بيحبني او انا بحبه، او العكس مثلا لو كان ده حقيقي او لا. سعيد من اي نوع؟ يعني فرحانه فيه، يعني حالتي ان انت في المنام مثلا حسيتي ان انت بتحبيه، حالتي كده؟ حالتي اه، ما فرحانه. الحب في المنام، الهوى في المنام اصلا وجع قلبي في الحقيقه.
يعني انت لما تحلمي ان انت مع شخص وكنت مبسوطه معاه قوي، ده بين الاحباب. اوكي هو واحد شاف مثلا حبيبته في المنام وحس ان هو مبسوط قوي عن ان هي معاه، او العكس هي اللي شافته في المنام وكانت مبسوطه قوي، ده في وجع قلب. طب لو العكس بقى مثلا في حزن وهما سوا؟ طيب ناخد ناخد الاتصال. الحب ما هو الحزن برضو ليه علاقه بالحب. ناخد الاتصال بعد اذنك يا دكتوره. صباح الخير يا فندم. عليك. صباح الخير يا ام محمود. ايوه الو. اتفضلي يا فندم، الدكتوره مع حضرتك. معايا احلام معلش. اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. اتفضلي. ماشي. اول حلم حلمت جوزي توفى وببكي عليه، فبقول له اذا الحكم الطريق لحالي ازاي، اذا العيال صغيرين ومش عارف ايه، فالناس مالوه بيعزولي يعني. تمام. ده اول حلم. وحلم ثاني مره ثاني حلمت بحنه في ايدي. حلمت بيه؟ الحنه في ايدي. الحنه في ايدك. ده حلمي الثاني. والحلم الثالث معلش يعني حلمت في واحد شخص يعني بيسأل علينا، وده ما بقطع التليفون واختلفنا، فحلمت بعاتب في النوم يعني ايه عتاب بتعاتب. يعني بعاتب ازاي بتمشي علينا وازاي ما قلت انت مش حاسرين علينا وبرضه رنيت علينا. هذه ثلاث احلام بس. ماشي يا فندم، شكرا. الدكتوره ترد على حضرتك. اول حلم ايه؟ اول حلم ان جوزها توفى. حلمت ان جوزها توفى وبتقول له ليه وتسيبنا لوحدنا وايه شغل اللي بتعدي يعني وبتعدي. البكا في المنام لو في لو ما فيهوش كلام يزعل ربنا مننا، يعني اللي هو النواح ده حلم، لكن لو في نواح واللي هو ليه وبنسال وبنعاتب ربنا ده غير محمود بالمره. تمام. اوكي. ان زوجها بيموت في المنام، لا، هو في مشاكل هتخرج من حياتها ومن حياه زوجها. المشاكل دي هتخرج انها تبقى زي ما بنقول كده المشكله ماتت، يعني الموضوع انتهى. لكن هي هتفضل بتتكلم بتعاني. في الموضوع ده بتعاني. لا مش بتعاني، هي هتعاني من نفسها. تمام. ان هي ما تقبلتش الوضع، ما تكيفتش امورها مع المشكله. لا ما عندهاش نوع من انواع الصبر. تمام. فده اللي هيتعبها والله. تمام. اعلى واعلم. الحلم التاني تاني حلم الحنه في ايديها. حلمت ان الحنه في ايديها. والتالت ان هي بتعاتب شخص بقالهم فتره متخاصمين ما تواصلوش مع بعض. وما تواصلوش مع بعض. وبعد كده بتكلمها بتعاتبه بقى وتكلمها. الشخص اللي هي بتعاتبه ده العتاب محبه. ماشي. العتاب محبه. والحنه هي ليها فرحه. فتحمد ربنا بقى في السراء والضراء عشان تنال فرحتها دي والله اعلى واعلم. ناخد الاتصال يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ مدحت. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل الدكتوره مع حضرتك. صباح الخير يا فندم. اتفضل. انا حضرتك يا فندم بحلم يعني بحلم احلام بحلم يا استاذي وبقوم ازعق ولا بزعق يعني بشتم وبزعق. ايوه تمام كده. تمام يا فندم. ايوه سامع حضرتك. سامع حضرتك. بتقوم بتزعق يعني بشتم بصوت عالي وبقوم يعني بس يعني وانا صاحي بحب اشتم. طب اسمعنا من التليفون. طيب بلاش ال طب لو سمحت توضي التلفزيون بس عشان تسمعنا حضرتك. حاضر يا فندم. ماشي يا فندم. الدكتوره مع حضرتك. انا بحلم احلام يعني وام الحلم يعني بشتم من قدام بشتم شتيمه. ايوه. حتى يعني مراتي يعني بتقول لي ايه انت بتشتم ليه ومش عارف ايه، انا بقول لها ما اعرفش. ماشي يا فندم. ماشي. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ بتقوم فاكر الحلم ولا بتبقى ناسيه؟ بتقوم فاكر الحلم ولا بتبقى ناسيه يا فندم؟ لا يعني ممكن افتكر ممكن انسى بس يعني بشتم شتيمه واحده. ماشي شكرا يا فندم. شكرا. اتفضل يا دكتور. شوف هو بيقول لك انا ساعات بنسى الحلم. تمام. فهو مش فاكر احداث الحلم اصلا، فده بيكون من كتر احداث يومه، يعني احداث اليوم بتاعته هو بيحكيها وهو نايم. هو ما بيزعقش ولا حاجه، هو بيحكي احداث يومه. مراته بقى مراته تقعد جنبه كده وهو نايم، هتعرف هو حصل له ايه طول اليوم. طبعا اللي معاه طول اليوم. طبعا. اتفضلي. احنا عارفين ان الحلم مثلا لو حد فسره غلط بيبقى فيه ضرر على صاحبه، فهل مثلا الحلم لو اتفسر غلط بيبقى فيه ضرر على صاحبه مثلا لما يجي مثلا يحكي؟ في ضرر على الاثنين، على اللي تفسر له المنام وعلى اللي فسر المنام. يعني هو مثلا ما يحكيهوش الا لحد متخصص ولا ما يحكيهوش من اساس لان ممكن يبقى فيه ضرر عليه؟ شوفي لو حكيتي لو صحيتي من النوم وحلمتي حلم قلقك طبيعي ان انت هتحكيه.
طبيعي عايزه تحكيه لاي حد علشان يفسره عشان تعرفي الرؤيه دي خير ولا شر، وبتبقي قلقانه ان انت تحكيها لاي حد ويفسرها غلط. ما هي الرؤيه في رجل طائر اذا فسرت وقع. تمام. فانت بتحكيها لحد هو مش فاهم او ما عندهوش الملكه بتاعت التفسير وفسرها غلط، هو بيتاذي وانت بتتاذي لان هو بيفسرها لك غلط، فالتفسير الغلط وقع. وقتها حتى لو هتتحقق مش هتتحقق. المفروض ان انت ما تحكيهاش غير لشخص ثقه. شخص عنده العلم ده. تمام. ومش المفروض ان اي حد يدعي ده، لان انا لو مش بعرف افسر فانا باذي نفسي وباذيك انت كمان. طبعا طبعا حرام اصلا. تمام. طيب انا معظم الاحلام بقى طبعا اللي الكل بيستناها وكل دايما معلق عليها حياته ان ما اتقدم لعروسه او عروسه جاي لها او بنت جاي لها عريس، دايما صلي صلاه الاستخاره ونام وشفت ايه في الحلم وكلام. احنا عايزين نعرف برضو ايه الدلالات بقى اللي لو جات لي في الحلم. الاستخاره مش شرط ان انت تحلم على فكره. تمام. يعني انت صليت استخاره يوم واثنين وثلاث ايام ورا بعض مش شرط خالص ان انت تشوف حاجه في المنام. ناخد اتصال ونكمل حضرتك. اسف. صباح الخير يا مريم. صباح النور. اتفضلي يا فندم الدكتوره مع حضرتك. اتفضلي. صباح النور. اتفضلي يا فندم الدكتوره مع حضرتك. صباح الخير الاول عليكم وعلى الشعب المصري كله، يا رب تكونوا بصحه وخير. صباح الخير يا فندم. بالصحه والسلامه. اتفضلي. انا شفت وعاء او اللي هو الوعاء السعودي دوت الالومنيا ده محطوط على بطني، وفي تفاح اخضر متقطع زي يعني الفاكهه كده، فاكهه كلها بس شفت تفاح بس، ومحطوط عليها لبن بيتعجن. محطوط عليها لبن ايه؟ لبن بيتعجن. لبن بيسقط فيها يعني بيتعجن. لبن لبن ماله؟ لبن زي ما كنت بتتقلب يعني. بيتقلب اتفضل. بيستوي يعني. لبن وبيتقلب وفي الفرخة. تمام. اوكي. لا محطوط على بطني وعاء وفاكهة، وشفت فيها بس يعني الفاكهة دي كلها في انواع كتير، شفت التفاح الأخضر بس. محطوط متقطع حتت صغيرة وعليه لبن. وبيتقلب يعني بس. طبق ولا اي حاجه. متزوجه؟ مش حاجه. وعندي حلم وانا عندي 10 سنين. متزوجه؟ اكيد متزوجه. عندي حلم انا بعد متزوجه يا فندم. متزوجه؟ متزوجه يا استاذه مريم. ايوه متزوجه. حلم بقاله 30 سنه بس مش عارفه فين. حلم بقاله 30 سنه. اتفضل. شفت لما كبيره من الرجال ملمومين كده وفي حته واسعه جدا، وفي قطعه في ركله نار كبيره جمر، وبعدين جم يحطوها قالوا مين اللي هيلمس النار دي ومش هيتلفى، الناس كلها ما حدش رد، فبابايا قال انا، وحطوها على جبينه كده وراح ما اتلفعش ولا حاجه، الناس كلها قعدت تستغرب، بس وانا كنت بتفرج عليه من بعيد بس. اشكركم جدا. تمام. شكرا يا فندم. شكرا. اتفضل يا دكتور. اولا هي متزوجه اكيد بالمنام الاول ده، هي متزوجه فهو في خير، اللبن خير، ومال كتير هيبقى سائل في ايديها بامر الرحمن، وفي فرحه هتجيلها والفرحه دي هيكون ليها علاقه بالمال. تمام. اوكي. والله اعلى واعلم. هتشوفيها قريب جدا. بالنسبه للحلم اللي شافته من زمان ده، في مشكله كبيره جدا، والمشكله دي هتحتاج جمعه عيله، لمه عيله او لمه رجال، قعده رجال هيحصل فيها زي مجلس عيله، والمشكله دي هتكون كبيره جدا، ووالدها هيكون اساس فيها، يعني هيكون طرف في المشكله دي. تمام. وهيكون هو اللي هيقدر يحلها، وفي الغالب هيكون ليها علاقه بيها. بما انها هي اللي واقفه بتتفرج من بعيد، فهي المشكله تخصها هي. والله اعلى واعلم. هو في حد عندهم انفصل. تمام. طيب نرجع لنفس السؤال بتاعنا حضرتك اللي اتكلمنا فيه، اللي هو بتاع ما شاب يتقدم لعروسه اللي وصلت الاستخاره اللي حضرتك. الاستخاره مش شرط خالص ان انت تحلم. الاستخاره ممكن تبقى صاحي من النوم كده، خلاص انا قررت اكمل الموضوع ده، او حاسس ان انا مرتاح للشخص ده. او مثلا العكس، انا صاحي لا 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 مش هكمل من غير سبب، بس بتلاقي ان نفسك اتوجهت اتوجهت لطريق تاني خالص غير اللي انت كنت بتفكر فيه. تمام. دي الاستخارة. تمام. صباح الخير يا فندم. ايوه صباح الخير يا استاذ عبد الرحمن. ايوه
ماشي. صباح الخير يا فندم، اتفضل الدكتور مع حضرتك. ايوه ماشي. اتفضل يا فندم الدكتور مع حضرتك. اتفضل، عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. ابويا كان محكوم عليه بحكم وحلمت ان هو رجع يا باشا. ايوه يا استاذ عبد الرحمن كمل. وحلمت ان هو خد براءه. ايوه يا فندم. والدك فين دلوقتي؟ والدك فين دلوقتي؟ لو سمحت ابعد عن التلفزيون بس لو سمحت. محكوم عليه لسه يا باشا. لسه محكوم عليه. ماشي يا استاذ عبد الرحمن، في اي اضافه ثانيه؟ شكرا يا فندم، شكرا. اتفضل يا دكتور. لا هو مش هيبقى براءه، بس هيبقى تخفيف للحكم اللي انتوا متوقعينه. تمام ان شاء الله، والله اعلى واعلم، ربنا يرزقه البراءه يا رب. طيب انا بالنسبه لي ممكن اشوف حاجه في الحلم تدل مثلا ان انا ممكن اوافق على او ان انا اكمل مثلا في مشوار العروسه الفلانيه، او البنت نفسها تشوف دلاله معينه في الحلم خلاص كده ان هي توافق على العريس ده، يعني الوان معينه، لبس معين، اي دلالات يعني. بيبان، لا بيبان ان اذا كان الشخص كويس او لا، يعني الشخص ده مناسب او لا. يعني مثلا الالوان ليها دلالات كتير في المنام، في كل لون ليه دلالاته، في الثياب خصوصا يعني والحذاء. فمثلا لو البنت شافت انها لابسه حذاء وكعب عالي، على حسب لونه بقى، الحذاء ده عريس. وعريس يا نهار ابيض للدرجه دي. مش قصدي ان انا بزعل الرجاله كتير قوي. لا لا، ما انا زعلت اصلا الكلام ده. كل ما كان كعب وشكله جديد فكان العريس احسن. ده اكيد. لو الاسود فده احسن الالوان اللي تشوفها في الثياب او في الحذاء او في اي حاجه، احسن لون تشوفه في المنام هو اسود. الاسود بيكون شخص يقدر يسود علاقه، شخص يقدر يبقى راجل بيت، شخص ينفع ان هو يتحمل مسؤوليه، هو قد المسؤوليه دي. لو مثلا الحذاء ده شافته لونه احمر، بيكون شخص مستواه المادي حلو قوي، لكن هيعاملها بدونيه، ودايما هيحسسها ان هي قليله، ودايما هيعاملها من فوق، فمش هترتاح. لو مثلا الحذاء ده لونه اصفر، هيبقى شخص غيور وشكاك، فهو بيبقى على حسب. يعني عموما الراجل بيجي في المنام للواحده؟ لا لا خالص. ممكن يجي العبايه عريس، التاج عريس، حاجه كده تغير الطرحه عريس، الحذاء طبعا. الملابس كل ما البنت لبستها وكانت عزباء، كل ما البنت لبست ملابس وطولت فيها، كل ما كان ستر اكتر فعريس احسن. الكعبه للعزباء برضو عريس. لا في حاجات كتير الحمد لله. في حاجه كويسه اقول بقى بعد كده، هقول لك في اتصال صح؟ صباح الخير يا فندم. ناخد الاتصال وبعد كده في اتصال. صباح الخير. خلاص كمل يا من لغايه ما يتصل. طب نكمل الاول نشوف بس. اقول لك البنت بقى ايه في المنام، يعني لو الشاب هو اللي حلو. العربيه بتكون دنيا جديده ليه، هيشوف عروسه، هياخد عروسه حلوه. وكل ما كانت العربيه دي مثلا فخمه، وكل ما كانت موديل السنه، فمشوار حياته هيكون احسن. لو قاعده جنبه في العربيه دي بنت معينه، فالبنت دي هتكمل معاه مشوار حياته لو هي قاعده قدام مش ورا، عشان هتفرق. لو هو شاف نفسه في بيت جديد، لو شاف نفسه واقف مثلا على بحر. ناخد الاتصال ده بعد اذنك. فالبنات برضو حلوه، رزق في المنام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ماشي كمل يا دكتور الاتصال. اتفضل. تمام. فأي حاجة بنشوفها في المنام خصوصا الألوان، زي ما انت بتقول الألوان مهمة جدا، يعني مهمة قوي ان انت وانت بتحكي المنام تقول شفت الشخص ده كان لابس ايه. كنت بتسأل على الألوان، اوحش بقى ألوان نشوفها للأسف الأبيض اللي مش حلو في كل حالته. يعني الأبيض حلو في الحياة في الحقيقة الطبيعية حلو جدا. أو في الحقيقة بس عارف مثلا لو بنت عزباء شافت نفسها لابسة فستان فرح ومفيش عريس جنبها، لم يسمي لها عريس، يعني ما قالولهاش مثلا عريسك فلان، او هي رايحه مهيئه ان ده عريسها وهي مش عارفه عريس في الحلم، ده فال وحش جدا ليها. الحاجه الثانيه الوحش في الابيض، لو جالك حد متوفى وادالك مثلا قطعه قماش بيضه ومطبقه، ده كفن. تمام.
صباح الخير يا فندم. استاذه ايمان صباح الخير. صباح النور. اهلا بيك يا فندم، اتفضل الدكتور مع حضرتك. ماشي. اولا طبعا عايزه اشكر بس القناه وكل القائمين عليها. شكرا. وبعد كده بكلم الدكتوره بقول لها لو سمحتي انا اكتشفت النادي ب اخويا اللي الدور على الجواز كده، اتجوز بس جواز مرات اخويا الكبير، وبعد كده بدات اجري انا في اماكن كده معينه في شوارع وفي بيوت، وفي اسد بيجري ورايا، كنت بجري انا وحد تاني بس الحد ده انا مش عارفاه. وبعد كده جيت انط من فوق بيت لباب تاني، وضعت في عش كده دايبه خالص، طلعت منها مرات عمي اللي هي ام مرات اخويا. وبعد كده هو داخل بس جد كده اتفهمت ان ابني اتوفى الصغير، معيش غير هو عنده سنه ونص. علمت ان هو توفى وعمال ادور عليه في الصخور والبحر وكل مكان، وقمت اليوم ده كنت زعلانه خالص، ودايما بحلم احلام وحشه فيها تعابين، واحلم اني تبكي بس في مشاكل يعني في بيتي مع اهل بيتي، وبحلم اهل بيتي بيأذوني يعني بيحطوا لي حاجات كده في اماكن غريبه وبيحطوا لي حاجات كده، فانا خايفه. تمام يا فندم، شكرا شكرا. اتفضل يا دكتور. هي بتحلم ان عشان تكملي الحلم، بس بتحلم ان اخوها الصغير اللي الدور عليه في الجواز متجوز مرات اخوه الكبير. مرات اخوه الكبير، صح كده؟ وبقيه الحلم وهي بتجري، عشان بتجري في كل الاماكن شوارع وبيوت وكلام من ده، علشان ان هي تحاول تشوف حل في الموضوع، ووقعت في عشه تمام، وبعد كده انقذتها منها مرات عمها، والبيت اللي هي قاعده فيه تقريبا فيه مشاكل وكلام من ده، بيعملوا لها اعمال وحاجات في غريبه في البيت على حسب ما هي قالت يعني. هي بتقول بتحلم تعابين، صح؟ اه تعابين وحاجه بتطلع كده. انا هقول تعابين لوحدها يعني بطريقه مفصله، بس هي واضح ان هي عندها مشاكل كتير يعني. انت نفسيا عندك مشاكل كتير جدا يعني حاسه حامله هم كبير، دايما في صراعات في البيت اللي انت فيه، في صراعات بينكم وبين بعض للاسف، صراعات عائليه. اخوكي اللي تزوج او اللي تدور عليه في الزواج، انت خايفه انه يتزوج حد زي مرات اخوك الكبير، انت مش عايزه كده يعني، انت مش عايزه تكون زيها، عاوزاها الله اعلم بيها، بس انت عاوزاها تكون احسن، عاوزاها تكون حد مختلف عنها. نظرتك غلط، لان انت هتقعي في مشكله، واللي هتشيلك من المشكله دي او اللي هتطلعك من المشكله دي هتبقى حمات اخوكي الكبير، زي ما طلعتك من المكان اللي كنت وقعتي فيه. والله اعلى واعلم. بالنسبه للتعابين، التعابين بتؤول على حسب حجمها تمام ولونها، وعلى حسب هي اذتك او لا. تمام. في اتصال تاني يا جماعه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا دكتوره مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا استاذه هدى، الدكتوره مع حضرتك. صباح الخير يا فندم. ايوه صباح النور. اتفضلي يا استاذه هدى، الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. ماشي. ايوه دكتوره. صباح الخير. صباح النور الله يخليك. اتفضلي. انا حلمت يا دكتوره ان انا نايم بالليل، ان انا في درشين وقعوا مني. في ايه؟ درش. من فوق ولا من تحت؟ من فوق ولا من تحت؟ لا ما اعرفش، واحد من فوق بس شكله كبير وفضيح كده يعني، وواحد عادي درش عادي. اوكي. واحد وحلم ثاني مرة ثانية يعني ان انا عندي ارك في البيت، عمود يعني عاملين ارك. عندها ايه؟ عندك ايه يا فندم في البيت؟ في البيت في عمود عاملينه بالصبة بارك يعني. حلم ده وقع برضه. العمود وقع؟ انت متزوجة؟ ماشي شكرا يا فندم، الدكتور هتواصل معاك. اتفضل يا دكتور. بالنسبة للعمود اللي وقع ده، فخدي بالك من زوجك. خدي بالك من زوجك وبلاش مشاكل كتير. بلاش نكت كتير في البيت. والله اعلى واعلم. الحلم الاولاني بتاع الدروس الصف اللي فوق بيكون عيله الاب، والصف اللي تحت بيكون عيله الام. اوكي. والدروس بتكون الناس الكبيره في العيله يعني، الجد والجده والاعمام والخلان كده. فعلى حسب الدرس اللي وقع ده، بيكون حد من العيله دي هيتعب. تمام. مش هنفسرها بالموت خالص يعني، رؤيه الدروس في المنام ما نربطهاش بالموت عشان ما تبقاش كده. تمام. على حسب ما انت بتعمل، والله اعلى واعلم. لما انت بتكون مهيئ لنفسك ان خلاص انا حلمت ان درس وقع في حد هيموت، فبيبقى كده. فما ينفعش ان احنا نربط احلامنا بالموت. صباح الخير يا مدام احلام. صباح النور. اتفضل الدكتور مع حضرتك. صباح
ايوه اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. انا مطلقه يا شيخ، وحلمت اني دخلت بيت، هو البيت اللي مطلقني فيه جوزي، وحلمت ان انا فرحانه قوي قوي، ورحت ايه؟ ايوه يا فندم. الو ايوه كملي حضرتك، حلمت بايه تاني؟ انا حلمت يا دكتور ايه؟ بس هي رؤية وصلت، هي هي مطلقة منفصلة، وحلمت ان هي دخلت المكان اللي فيه طليقها وكانت فرحانة قوي، هي نفسها ترجع له، نفسها ترجع له، وبتحاول ان بتسعى ان هي ترجع له. ربنا يرده لك يا حبيبتي يا رب، والله اعلى واعلم. طب يا دكتور زي ما حضرتك وضحت لنا من شويه ان هو في الحلم الالوان ليها دلالات مختلفه بتفرق عن بعضها، مثلا الحلم لون ابيض معناه ايه واللون الاحمر معناه ايه، فهو الالوان فعلا بتختلف، وايه تفسيرها ممكن حضرتك توضح لنا اكتر؟ زي ما قلنا الالوان بتختلف في الحذاء، مثلا لون الحذاء او لون الثياب، وما بتبقاش مرتبطه كلها بالزواج، يعني مش كلها مرتبطه بالعريس والعروسه، يعني بس بعد الزوج والحذاء ده خلاص الموضوع شكل، عشان نبقى بس دقيقين في ال. طب في نقطه يا دكتور حضرتك قلتي من شويه ان هو مثلا لو حد متوفي مثلا جاب هديه ولونها ابيض مثلا ثياب لمثلا حد، لا مش هديه ولونها ابيض ثياب، لا لو قماشه مطبقه دي بتكون كفن، لو مثلا على هيئه ثياب مثلا، لكن شكل هدايا مثلاً او عطاءات المتوفى في المنام خير الا القماشه البيضاء، يعني لو مش مصممه مثلا، يعني يعني هو لو جه مثلا ودالك مصحف فهو بيديكي حاجه، لو انت عزباء لا هو بيقول لك ان في عريس حلو وحد هيكون حامل لكتاب الله. تمام. لو مثلا جاي المتوفى ده وبيعطيكي طعام او بيعطيكي مال، فجاي بيديكي خير، هو عطايا الميت كلها خير كلها الا القماشه البيضاء. هو كان مثلا ثياب وهي بتحلم مثلا بالثياب ده، مثلا هو حاجه نفسها مثلا تكون موجوده في المكانه دي، هو بيهدي لها ثياب بتاع المكانه دي اصلا. مكانه ايه؟ يعني مثلا شرطه، يعني ضيافه، البدله نفسها بس لونها ابيض. شغل. اه بتاعت شغل وظيفه. تمام. هي منا انا، طب انا هوضح السؤال. هو قصدها ان المتوفى حد جه في المنام لحد واداله الحاجه او البدله اللي نفسه يلبسها في الحقيقه. فقولي له ابشر بقى انه هيلبسها فعلا. مش كل البدل، برضه. لا كانت البدله برضه بتبقى بتاعت السيد. لا 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 قول لا بتاع وظيفه. بدله وظيفه. لا تمام. الضيافه دي اللي هي الطيران. مضيف الطيران. منا تبقى مضيف الطيران ان شاء الله. على فكره انا اللي حلمت الحلم ده. طب كويس. شيري بقى. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ام احمد. صباح الخير يا ام احمد. ايوه صباح النور. اتفضلي يا فندم، الدكتور مع حضرتك. لو سمحت بعيد على التلفزيون. أيوة. بس ايوه حلمت باخويا ان انا واقفه بره، فالنضره بتنطر، بقول له ايه الحبيبات، النضره بتدل حبيبات تلج. حبيبات ايه؟ فدخلت من جوه وانا بتفرج على النضره بتنطر، فدخلت من جوه لقيت اخويا نايم على السرير بيضحك، بقول له اخويا نايم على السرير بيضحك. ايوه يا فندم. فبقول له انت يا محمد انت طلعت؟ قال لي انا طلعت ثلاث ارباع المده. قلت له كويس يا بابا، رحت فرحت وبعد كده رحت بعيد. اخوكي فين يا حبيبتي؟ اخويا محبوس. ماشي يا فندم، شكرا. هيطلع بامر الله، ابشري بقى على وشنا ان شاء الله. هيطلع باذن الله، هيطلع المطره في المنام خير، وهي كانت داخله بتبشره ان في مطره بره، فالمطرة خير جدا طالما انت شفتها وما تأذيتش منها، ما حسيتش ان هي مأذياك وحسيت ان انت فرحان، فدي كده خير لا محال، فهو الخير هيجي. وخبر ان اخوك يخرج بعد المدة اللي انت قلتيها في المنام بأمر الرحمن، ابشري يا حبيبتي، والله اعلى واعلم، ربنا يخرجهولك بالسلامة. طيب يا دكتور في الوان تانية غير اللون الابيض بيبقى له مثلا دلالة مش كويسة في الحلم؟ الرمادي مثلا. الرمادي بيبقى شخص متلون، شخص مش على مش واضح، مش انت ما بتعرفهوش على حقيقته. الالوان المشتقه كلها مش حلوه على فكره. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذه مريم. صباح النور. الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي.
ايوه دكتوره، انا لسه متصله بحضرتك وفسرتي لي حلم اللبن. ايوه انا اصلا مش متزوجه، والحلم الاولاني انا شفته من 30 سنه، كان بابايا اصلا لسه متوفي. تمام. كنت طفله صغيره يعني، انا شفت الحلم ده وانا طفله وانا مش عارفه انساه خالص اصلا يعني. لما انا قلت ان في مشكله هتحصل، مشكله كبيره، المشكله هتكون ايوه تمام عادي حبيبتي. بابايا اصلا كان متوفى، سيدنا يوسف عليه السلام شاف المنام بتاعه وهو عن طفل ابن 7 سنوات، والمنام بتاعه تفسر، سيدنا يعقوب فسره له صح، وبعد كده اتحقق بعد 40 سنة بعد ما بقى عزيز مصر. فالرؤية مش شرط ابدا ان انت تشوفيها وتتحقق في نفس الوقت، في رؤى على المدى البعيد، على المدى الطويل، سنين، بتقعد سنين، وعشان كده انت فاكراها الرؤية. لو اتحققت في وقتها انت خلاص بتنسيها، ما بتبقيش فاكراها، لكن طول ما انت فاكراها انت فاكراها لان لسه في رسالة ما اتحققتش. تمام. سيدنا يوسف لما شاف الرؤية دي كان طفل وما كانش يفقه يعني ايه حلم، مش عارف يعني ايه حلم ولا يعني إيه، ولا ان هو شاف ايه صح كده. بعدها وبعد كده اتحققت بعد 40 سنه بعد ما بقى عزيز مصر. صح. فهي في رؤى على المدى البعيد اللي هي بتقعد سنين وسنين واكتر كمان من 30 سنه. صباح الخير يا فندم. استاذه هدى. ايوه استاذه هدى صباح الخير يا فندم، اتفضل الدكتور مع حضرتك. الو اتفضلي يا فندم الدكتور مع حضرتك. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب بصحه وسلامه يا رب. طيب. انا بحلم احلام كتير، بس اللي فاكرهم ان انا اللي فاكرهم ان انا كنت في محل وبدور على شلبات من قطر، بس معيش فلوس مصري، معايا دولار. فقلت له خلي ال متزوجه واحد منقطين كده مش بيسمعوني صح؟ انا بلبس شلبات. متزوجه يا فندم؟ ولما افك الدولار هجيب لك. طب انت متزوجه؟ انا معيش فلوس، انا مطلقه ومش معايا عيال. الحلم الثاني حلمت ان انا اشتريت طبنجتين. ايوه. اللي ماسكه ايه؟ في ايدي سلاح يعني؟ فلقيت طليقي جنبي. فخد مني واحده، فبيقول لي وانت بتعرفي تضربي نار؟ قلت له بعرف اضرب، انا بعرف اضرب، ولا جايباها عشان ايه؟ عشان اضربك بيها. طيب تمام. طبعا انا بكرهه كل العمى يعني، انا بكرهه كل العمى ومش واضح واضح من الحلم يعني. واضح من المنام وفي مشاكل كتير. انا كانش معايا فلوس وكان معايا دولارات وانت مخصوصه. وشكرا وكل سنه وانتم طيبين. شكرا يا فندم. بالصحه والسلامه يا رب. اقول لها المنام الاول هو انت كان في حاجات بتتمنيها في حياتك وما حصلتش للاسف، و خلاص يعني انسيها انسيها، لان حياتك الاولانيه دي خلصت، البني ادم حياته مقسومه نصين، فان شاء الله الخير جاي لك بعد كده. المنام الثاني للاسف انت مستقويه القلب قوي وحاسه ان انت هتقدري تقفي قصاده، بس هو كمان عنده اللي يقف قصادك بيه، يعني هو عنده نفس القوه وعنده نفس القدره على انه برده يزعلك ويأذيكي، فحاولي ما تتماديش في اذاكي ليه. يعني كرهك، انا عارفه ان انت كرهاه قوي واكيد ليكي حق في ده، واكيد هو عمل اللي يخليكي تكرهيه، لكن المفروض ان انت بقى خلاص بصي لنفسك اكتر، لان هو هيلهيكي في مشاكله، هيلهيكي في انك تفضلي دايما بتدوري وراه عشان تاذيه، وهيبقى هو اللي عايش حياته وانت اللي خسرتي وقتك. والله اعلى واعلم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذه هدى. صباح الخير. نعم. اديني النمره بتاعتها. والله نمره 100. طيب ماشي يا فندم، حاضر، تواصل معانا بعد الحلقه. بعد الحلقه حاضر، تواصل معانا بعد الحلقه. ماشي، شكرا يا فندم. طيب بالنسبه للناس اللي هي بتحلم ان هي رأت الرسول عليه الصلاه والسلام في المنام، في ناس تقول لك انا شفته بعيته كامل. سيدنا محمد صلاه الحل بها العقد وتنفك بها الكرب. في ناس تقول انا شفت بس مجرد نور. الصحه والرزق يا رحمن. تمام. فاحنا عايزين نعرف الفكره. رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، العهد على الراوي طبعا يعني مش على ال. طب ناخد الاتصال بعد اذن حضرتك. صباح الخير يا فندم. استاذه حنان. صباح الخير يا فندم، اتفضل الدكتور مع حضرتك. الو. الو. ايوه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. حلو، كنت عايزه نحكي. اتفضلي.
هو اللهم صل على سيدنا النبي اول حاجه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنت عم ببص للسماء فشفت بنور كده اشهد ان لا اله الا الله، وبعدين شفت ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، وبعدين شفت القران الكريم، وبعدين قلت في نفسي ان انا هنشوفه في السنه النبويه، وبعدين راحت ظهرت قدامي وينشئكم من الله ومن كل قرب عظيم. فايه ما سمعتش الايه؟ سمعت الايه يا فندم؟ الايه ثانيه كده لو سمحتي. وينشئكم من كل قرب عظيم. ماشي يا فندم، ماشي، شكرا، اتفضلي. هي في قرب، والكرب الى زوال الفتره اللي جايه دي، ابشري بفك الكرب ان شاء الله، والله اعلى واعلم طبعا. وفي حق هيظهر، في حاجه، في مشكله او حاجه كده، وانت منتظره الحق، فالحق هيظهر. تمام. لا اله الا الله محمد رسول الله، معناها ان في بشاره خير وفي حق هيبان، وحد هيترد له حقه. الايه اللي ظهرت لك في المنام معناها ان فك الكرب قريب جدا، والله اعلى واعلم. صباح الخير يا فندم. أستاذة آية صباح الخير. أستاذة آية صباح الخير. طب تمام يا فندم، ماشي، نكمل كلامنا مع حضرتك يا دكتورة. اتفضلي. المنام بتاع رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. في رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، العهد على الراوي زي ما اتفقنا، ما بتبقاش على المفسر خالص. وطبعا اللي بيختلق حلم زي ما قلنا ده حرام. طبعا. وليه عقابه عند ربنا سبحانه وتعالى. لما بتشوف الرسول في المنام هو الشيطان لا يتمثل به ابدا، فانت بتبقى شفته على حسب رؤيتك ليه بيبان المنام. شفته نور فانت طريقك ماشي فيه طريق سليم، هيجي لك، هيتفتح لك ابواب خير، هتعرف الطريق اللي انت ماشي فيه ده صح وكمل. لو شفت عكس كده، لو شفت مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام بيحذرك من حاجه، فانت كده طريقك مش صح، المفروض ان انت تراجع نفسك، فبيبقى على حسب الرؤيه. تمام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اتفضل الدكتور مع حضرتك. أيوه تمام. وحلمت أنا رحت بيت طبيبي وأنا بقى فرحانة فرحانة أوي أوي. فسرتهولك يا حبيبتي والله، وكنت عارفة إن أنتي مطلقة. لا ممكن يكون ده تصدقي. لا اللي هي بتقول أنا ما سمعتش الحلم كويس، أنا مطلقة ودخلت بيت طليقي وكنت فرحانة. اللي أنا قلت إن هي عايزة تركع. تمام يا فندم كملي. واحدة ايه؟ واحدة ايه؟ حد بيفصل، في بيفصل ملابس صح كده؟ ترزي يعني، رحت لترزي؟ ماشي يا فندم، شكرا شكرا. هي المنام اللي كان في الاول اللي انا قلت لها، انت حبيبتي بتتمني الصوت عندها في حاجة، بتتمني ان انت ترجعي له، وان شاء الله ربنا يرده لك يا رب. اتفضل. طب يا دكتور، السؤال اللي بيهم بقى كل فتاة وكل شاب، اللي هو امتى اقول مثلا ان انا جاي لي عريس مثلا بالنسبة للبنات، او امتى يقول مثلا ان انا هقابل عروسة مثلا بالنسبة للبنات؟ انا قلت ده في اول حلقة، قلت ان قلت ان امتى، ايه الدليل على كده؟ قلت لو بنت شافت الكعبة في المنام فكده في عريس، لو شافت شوز بلون معين عريس، لو شافت عباية او حد بيديها تاج. طب لو خاتم مثلا؟ اللي عزباء كل الحلية ليها بيؤول بكده بالعريس، إلا إذا كان الحلية ده ملهوش ملامح. يعني مثلا حد بيقول أنا شفت ذهب بس مش محدد ذهب إيه، السلسلة المجدولة في المنام بس هي اللي حلوة، لكن السلاسل اللي هي زي الجنزير مثلا، على هيئة الجنزير، الكارتير بقى والحاجات دي كلها، دي كلها مش حلوة. تمام. ناخد الاتصال. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، يا ريت تعلي الصوت شويه لو سمحت. اتفضلي الدكتور مع حضرتك. اتفضلي يا فندم الدكتور مع حضرتك. علي الصوت شويه لو سمحتي. طب بنشكرك يا فندم وعود الاتصال مره ثانيه. بنشكرك عود الاتصال. طيب بالنسبه للناس اللي بتتكلم في نايم على جنب اليمين ونايم على جنب الشمال، الموضوع ده، لان الموضوع ده يعني احنا اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت، بس مع ذلك الناس برضو لسه بتتكلم فيه، بتقول لك هل له علاقه بالحلم يبقى حلو او وحش مثلا نايم على جنب اليمين او على الشمال؟ هو المفروض ان احنا يعني البني ادم اول ما بيجي ينام بيبقى على جنبه اليمين وبيقول الاذكار
وبيقرا الورد اليومي ليه، اذا كان هيقرا قران او اي حاجه مثلا في سره، بيقرا المعوذتين على ايه الكرسي وبيقول الاذكار وبينام، صح كده؟ بتجي بتنام على جنبك اليمين، انت بعد كده نايم، فهتحس منين ان انت، او هتعرف منين ان انت حلمت الحلم ده وانت على جنبك اليمين ولا جنبك الشمال. في ناس كتير بتربط الموضوع ده، واحنا اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت برضه حضرتك، ومع ذلك في ناس النايم يا جماعه ده ما بيحسش بحاجه، يعني طبعا. احنا كده في عامه الناس بيقولوا ايه النايم ده ايه، نصف ميت، صح كده؟ فانت مش ما بتعرفش تتحكم في افعالك، ما بتعرفش تتحكم في تصرفاتك، فيبقى ازاي هتعرف ان ده انت، لا انا كنت نايم على جنب اليمين او نايم على جنب الشمال. هو بيفسرها بقى اذا كان الحلم وحش ولا كنت نايم شمال. لا خالص خالص. بص الرؤى حتى نفسها مش شرط يكون البني ادم نايم على وضوء او بني ادم طاهر. ملك مصر لما شاف المنام سبع بقرات سمان ياكلها سبع عجاج بالظبط كده، ما كانش طاهر، لان ايامها ما كانش فيه طهاره اصلا، كانوا بيشربوا الخمر مثلا، فما كانش بالظبط، ومع ذلك شاف رؤيه والرؤيه اتحققت، صح؟ تمام. فهو لا ملهاش شروط، ملهاش شروط، ملهاش علاقه. طيب انواع الفاكهه نفسها برضو ليها دلالات في الحلم؟ انواع الفاكهه، التفاح، الرمان. التفاح خير جدا جدا زي ما فسرته الاستاذه اللي التفاح تمام. حلو، الا اذا كان تفاح مش حلو، يعني الفاكهه مش حلوه، تمام. الفاكهه اللي بتحلم بيها وبيكون في اوانها ده رزق يسير، يعني رزق هيجي لك دلوقتي، ده اوانه، ده وقته. لو هي بتحلم بيها ومش وقتها، يعني مثلا حلمت بفاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف، فده بيبقى فيه رزق بس لسه عايزك تتعب شويه عشان تجيبه او عشان تناله. تمام. ناخد صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ام كرم، اتفضلي الدكتور مع حضرتك. اتفضلي الدكتور، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير، طيبين. انت طيب. انت طيب. الله يخليك. انا رأيت رؤيا والله حلو. اتفضلي. حلمت كان ماشيه في ماشيه في سوهاج في شارع القصريه. تمام. ماشيه فين؟ في شارع سوهاج. فرأيت واحد بتاع طرحه مش اخش عنده ابدا، انا اخشش عنده خالص، اخشش عنده خالص بتاع طرح دي. يا ريت توطي تلفزيون. وانت راحت ندمت علي، قالت يا حجه يا حجه، قلت لها قالت لك مكانه ما هني. قلت لها انا ما عرفتكمش ماليش، قالت لا لك انت. ورحت مسكت التليفون، كلمني واحد قال لي مبروك يا حجه، اتكتبت لك عمره وخاتم ذهب. تمام. ماشي يا فندم، شكرا. شكرا. بص هي عليها دين او عليها ندر، وده اوانه ان هي وفت بيه، وفت بالدين او دفعت الدين اللي عليها، او وفت بالندر اللي هي ندراه، هو في الغالب ندر يعني. وفي خبر هيجي لها حلو من حد هي مش متوقعه، والله اعلم اللي هو الاتصال اللي جاي لها ان هي جاي لها عمره. في خبر هيجي لها، خبر حلو، هتسمع خبر حلو يعني. ممكن يكون خبر مفرح في المنام، يكون له دلاله فعلا ان هو خبر مفرح، ولا ممكن يبقى العكس؟ طبعا طبعا. تمام. يعني لما بتسمع ان انت مثلا في عمره زي ما هي الاستاذه كانت بتتكلم، او لما بتتكلم عن نجاح حد. الحاجه الوحشه بس في المنام، وهي تمام. يعني الحلوه في المنام وبتبقى وحشه في الحقيقه، اللي هو الحب، الهوى، هوى القلب. تمام. ده بيبقى وجع قلب في الحقيقه. اي حاجه غير كده لا هي كويسه. يعني اخبار المفرح حلوه، اي خبر فرح في لا تمام. انا كنت بفكر عكس كده خالص يعني. هو انا عشان كده فرصه بقى. في ناس احلامها بتيجي بالعكس. ده ليه؟ علشان هم ربطوا احلامهم بكده، يعني هم مهيئين نفسيا ان احلامهم بالعكس. زي ما الناس، في ناس كده بتقول لك انا حلمت ان درسي وقع فانا في حد هيموت، هو مهيئ لنفسه كده ان خلاص كده الدرس واقع بالظبط، فاللي هو التفاؤلوا خيرا تجدوه، مش ما تربطوش حاجه، ما تتشائموش. والاحلام ما بتجيلناش علشان نتشائم او عشان نفكر في حاجه مش حلوه او عشان نربطها بالحاجات الوحشه بس في حياتنا، بالعكس. انا ممكن احضر مثلا احس احلم ان انا قاعد في فرح ويبقى في فرح فعلا، وممكن احلم ان انا قاعد في الفرح لو انت معزوم في عليه، في ميتم. لو انت لو يعني الفرح بتختلف. لو الفرح مش بتاعك وانت معزوم عليه فكده في فرح عندك فعلا، ولو العزا مش في بيتك وانت رايح عزا لا يبقى انت برضو رايح فرح برضو نفس الوقت. طب لو هي بنت مثلا ولابسه فستان زي البروفا بتعملها، بس ما فيش عريس، ما فيش اجواء فرح، لو ما سميش لها عريس، او هي في نفسها مش حاسه ان هي بتلبس الفستان ده لشخص معين، ده مش يعني حتى لو مثلا بتجربوا بروفا بتقيسوا مثلا الفستان الابيض طالما من غير عريس مش حلو. طيب تمام.
احنا دكتور سعد اتفضلي منى، عايزه تقولي حاجه، عايزه تضيفي حاجه؟ لا تمام تمام. احنا دكتور سعداء جدا بوجود حضرتك النهارده، أشكرك. واشكرك جدا على تلبيه الدعوه والحضور للمره الثانيه في برنامجنا المتواضع، تحت امرك. تمام، وسعداء جدا، ونتمنى ان يكون اللقاء ده اكتر واكتر باذن الله ان شاء الله. انا مبسوطه كمان ان انا كنت معاكم النهارده من اول الحلقه، وكنت بعوضكم عشان الحلقه اللي فاتت انا جيت متاخره، فقلت الحلقه دي اجي بدري والحق اقعد معاكم وقت اطول. يا رب اكون قدرت افيدكم ونكون خفاف على قلوبكم، والحلقه كانت تعجبكم ان شاء الله باذن الله. لقاءات ثانيه مع بعض. بشكرك جدا على حضورك المتميز دايما يا دكتوره، موفقه باذن الله. ربنا يعزك. وبشكرك يا منى على اشتراكك معنا في الحلقه برضه. انا مبسوطه جدا النهارده بوجودك معنا من اول الحلقه بجد. اشكرك. وبشكر كل الساده المشاهدين اللي تابعونا في كل مكان، وكل الساده اللي تواصلوا معنا سواء التليفون، وبنقول للباقيين معلش طبعا نظرا لوقت الحلقه تواصلوا معنا واتساب على رقم 011-27-13-45-06، وهرد على استفساراتكم بإذن الله. وبنقول لكم انتظرونا الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. دمتم أمنين.